حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية التجمع غير الرسمي لقادة العالميين والذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان الجيوسياسية في عالم متعدد المفاهيم، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع سعادة السيد بوريج برندا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكد معالي حرص البحرين على توثيق تعاونها مع المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن سياستها القائمة على تعزيز علاقاتها الدولية وزيادة أوجه التعاون الثنائي والجماعي بما يدعم جهود التنمية والرخاء في البحرين. وأشاد معالي وزير الخارجية بالدور المهم الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي بمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي واستشراف التحولات المستقبلية للاقتصاد الدولي وتأثيراتها المختلفة على دول العالم وطرق التعاطي الإيجابي معها.